في الطبق المكرونه اللي هنعمله بالتونه. فعلشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين، المكرونه ميه بتغلى على النار وبحط فيها المكرونه تفك شويه وتستوي شويه معايا بس. وانا واقف كده شغال وانت واقفه في السلة في المطبخ، في حاجات ممكن تعمليها وتساعدك وفي نفس الوقت كمان بتكسبي وقت. معانا بشاميل، معانا طاسه شديده الحراره، ونشوف نعملها مع بعض ازاي. ده الطبيعي دايما التونه احنا حصرينها ما بين ان احنا نعملها سلطه او نعملها مع المايونيز، بس ان احنا نعملها مع بشاميل وجبنه ومكرونه وتخش الفرن اكيد في هنا مدرسه. حلو الكلام. هنحط هنا معلقتين من الزيت يليهم مكعب من الزبده، ودايما لما بقول مكعب من الزبده عشان عمليه الاحمرار للبصله والتومه. معايا بصله ناعمه، معايا التومه ناعمه، مطبخ لذيذ وسمك بس مدرسه تانيه خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. مفيش بقى المشوي ورده، مفيش السنجاري، مفيش الزيت والليمون، الجو اللي بيخلي البيت كله ريحته سمك. وكفته السمك فكرتها بسيطه خالص سهله، ممكن كل ام ممكن تعملها. نتبل البصلايه مع التومه دي، عايزينها بالطماطم ماشي، عايزينها بالوايت صوص ماشي، اختياري زي ما انت عايزه. دي توابل عاديه خالص، التقليبه الحلوه دي كده. والله انا حابب احط عود روزماري، اهلا وسهلا. عندنا براعم البصل الاخضر اللي هي عروق البصل الاخضر الخضرة الحلوه بنحطها دايما. انا بستخدم الروزماري في الفليفر بتاعي اذا كان بشاميل او خلافه، بيدي طعم حلو. معانا قليل من الشبت، معانا شويه بقدونس، كل دول على النار، نقلب دول كده مع بعض. شفت ازاي؟ هو ده. معانا التونه الحلوه، فين التونه؟ الله تعالي يا حلوه. السوق او الماركت يعني لو انت بتشتري التونه في منها الناعمه اللي هي المتكسره، وفي منها المتقطعه سليمه، ودي منتجات مختلفه يعني. شويه تونه لطاف. هنعمل ايه يا عم الشيف في المكرونه بتاعتنا؟ مكرونه سلقناها مسبقا، معانا موجوده اهيت. الله، زي ما هي كده بنحطها على البشاميل اللي بتاعنا ده كده. ده بشاميل، دي حليب، زبدة تاني، دي وحليب وزبدة، يعني وايت صوص من الآخر، ياخد الطعم بالفلفل الأبيض أو جوزة الطيب أو فلفل أسود وجوزة الطيب. ده البشاميل بتاعنا الخفيف الحلو. شفت الجو ده كده؟ هو ده. الله، والتونة على النار، دي مدرسة بقى. حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب الكاسرولة اللي هندخلها الفرن، او البايركس اللي هندخله الفرن، او الطاجن اللي هندخله الفرن، وده اختياري معانا عشان برضه عملية التطبيق هنا مهمة جدا، تحط في الاعتبار لازم يكون لها نظام. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد المكرونة الحلوة دي كده. أوبا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده. أهو. دي سباكيتي. أنا بحبها مع السباكيتي على فكرة. عايزة تعمليها مع البنة، اختياري برضو. بس أنا أحب دايما السباكيتي مع الوايت صوص. التونة بتاعتنا الحلوة. والله يا شيف الله يبارك لك، ده احنا بنقعد نفكر نستخدم التونه دي ازاي ونتعامل معاها ازاي
ونجدد منها ازاي. اهو شفت انا بعمل ايه؟ عينيا اهو، اوزع التونه كده. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ اهو تونه في قلبها، بقيه المكرونه الحلوه. اللهم صل على النبي. اهي يلا بينا. هو ده معانا جبنه موزاريلا، برضو اختياري نوع الجبنه هنا، مش هنغطيها كلها، هنسيبها كده بالشكل ده كده. شويه خضره، الشبت دايما حبيب الوايت صوص ولكن بكميه قليله، موزاريلا بتاعتنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه طبق المكرونه الحلو ده؟ علبتين تونه ماليش دعوه بسعرهم، ليا دعوه بالشكل اللي انا قدمته. ممكن الحاجه تكون سعرها غالي وما قدمناش اللي احنا عايزينه، ممكن الحاجه تكون سعرها رخيص وقدمنا الحاجه اللي احنا عايزينها. مدرسه المغازي بتقول رشه الزعتر الجريئه الحلوه على اي وايت صوص او على اي موزاريلا. درجه حراره الفرن عندي 180، هندخلها الفرن مع بعض. ايه المطلوب من الفرن هنا؟ اذا المكرونه مستويه والوايت صوص بتاعي واخد وقته على النار، التونه، المطلوب من الفرن يعرف كل ده على بعضه، والجبنه بتاعتي تسيح على وش المكرونه. اه اللهم صل على النبي. يلا بينا. والصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي نعمل بلح البحر طاجن او شوربه على طريقه المغازي، او تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. اللهم صل على النبي. جاهزه. بس قبل ما تطلع من الفرن غزلها. الصوره الحلوه، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اهي اهو، الف هنا وشفاء للي ياكل. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا باشا. حلوه، خلصنا من المكرونه.